الأرشيتكتشر أو البنيان العام لآليات حقوق الإنسان الحقيقة مركب جدا، لأنه متعدد المصادر. دي أول خاصية، يعني من ينشئون هذه الآليات ليسوا فقط هم الدول، وإنما أيضا المجتمع المدني بشكل كبير بيساهم في إنشاء هذه الآليات. هديكم مثال واحد، ما يسمى اللجان التعهدية اللي هو التريتي بوديز، في منها 10 حاليا، ولكن هناك ضغوط كثيرة لإنشاء آليات أخرى. يعني أنا أستخدم كلمة جماعات المصالح، ولكنها باللغة العربية بتعطي انطباع سيء، يعني إنما ليس المقصود بها الانطباع السيء، هو في الحقيقة جماعات المصالح جزء من أي تركيبة ديمقراطية. احنا معتادين في اللغة العربية أن جماعات المصالح كناية عن مختلف أوجه اللوبي الغير إيجابي، لكن حقيقة الأمر أنه المجتمع المدني فاعل أساسي في قضايا حقوق الإنسان بشكل عام. فأحدث مثال أنه قضية تهمنا في المنطقة العربية والعالم الإسلامي جدا مثلا، وهي قضية العنف ضد المرأة. العنف ضد المرأة ظاهرة موجودة ليس فقط في العالم النامي، ولكن في الدول الغربية أسبابها وأشكالها بتتفاوت. كل اللي عايز أقوله عنها دلوقتي أنه هناك ضغوط كبيرة من المجتمع المدني لوضع اتفاقية، آلية اتفاقية تعهدية خاصة بمسألة مكافحة العنف ضد المرأة، رغم وجود اتفاقية خاصة بمناهضة التمييز ضد المرأة. فإلى هذا المدى من التخصصية أصبحت قضايا حقوق الإنسان. أنه أنا سعيد أنك هتشوفوا يمكن بكرة أو بعد بكرة سيدو، اللي هي لجنة مكافحة التمييز ضد المرأة، فيها عدد من الخبيرات العرب، وده شيء مهم أنكم تتابعوه بنفسكم. لأنه أول ملمح عايز أقوله عن اللجان التعهدية هو أنها أكثر الآليات ديمقراطية وجماعية وموضوعية. ليه؟ لأنها، خليني أبدأ من البداية وأقول أن آليات حقوق الإنسان هي آليات حكومية، ودي خش فيها بشكل أساسي مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اللي هو مجلس مكون من دول، واللجنة الثالثة في جنيف اللي هي اللجنة في نيويورك اللي هي المعنية بحقوق الإنسان. فهذه هي الآليات الحكومية، ودي بتصدر توصيات وبتطلب تقارير، وأحيانا بتتخذ قرارات في بعض الأمور زي الدورات الخاصة. وبعدين في الآليات الخبراء. آليات الخبراء بتنقسم بدورها إلى نوعين، المقررين الخاصين واللجان التعهدية. المقررين الخاصين هي آليات بينشئها الجهاز الحكومي، بتنشئها الآليات الحكومية، يعني مجلس حقوق الإنسان هو اللي بيقرر إنشاء مقررين خاصين، بعضهم لبحث موضوعات معينة وبعضهم لمتابعة حالات دول بعيدة. يعني في مقررين خاصين، في مقرر خاص بالعنف ضد المرأة على سبيل المثال، هي اللي تبنت فكرة إنشاء اتفاقية جديدة وآلية جديدة للعنف ضد المرأة. في مقررين خاصين بالتعذيب، مقررين خاصين بدولة زي ميانمار وأوضاع حقوق الإنسان والأقليات فيها، كوريا الشمالية، في مقرر خاص بكوريا الشمالية. ووظيفتهم دائما هم متابعة إما الموضوع الذي أنشئوا من أجله أو الدولة التي أنشئوا لمتابعة حالات حقوق الإنسان فيها، وبيقدموا تقارير لمجلس حقوق الإنسان اللي بيصدر توصيات في هذا الشأن. هذه الآليات الحكومية. هناك أيضا آلية حكومية أخرى هي اليونيفرسال بيريوديك ريفيو، آلية الرقابة الدورية الشاملة، ودي آلية مستحدثة بمقتضاها كل الدول بتقدم تقارير قدام المجلس، وكل الدول الأخرى بتسألها عن سجلها في مجال حقوق الإنسان. إذن الآليات الحكومية اثنين، مجلس حقوق الإنسان وآلية الرقابة الدورية الشاملة UPR. هناك أيضا آليتين للخبراء، المقررين الخاصين اللي هم حوالي 45 أو 46 مقرر خاص، واللجان التعهدية اللي أنا بشتغل معها. في آلية تالتة للخبراء أيضا، أنتوا كان معاكم جون زيجلر من شوية. جون زيجلر هو عضو في اللجنة الاستشارية Advisory Committee. Advisory Committee دي Think Tank بتاعت الآلية الحكومية اللي هي مجلس حقوق الإنسان. مجلس حقوق الإنسان بيحيل لها موضوعات للدراسة وبتقدم تقارير فيها. اللجان التعهدية هي الوحيدة اللي مصدر إنشائها هو اتفاقيات قانونية ملزمة. فكان تخطيطي بس الوقت ضيق ان انا تتفرجوا على هذا الفيديو اللي بيشرح اللجان التعهدية، لكن هسيبه لكم هنا واقدر ابعت لكم نسخ اضافية لانه تقدروا تتفرجوا عليها على حقكم، وتقدروا تداونلودت من على مكتب المفوضية ايضا، ده بكل اللغات بما في ذلك اللغة العربية، بيشرح عملية اللجان التعهدية. اللجان التعهدية تتلخص في كلمتين لو اردنا الايجاز المطلق، تقارير ولجنة. دول بتقدم تقارير عن تنفيذها للاتفاقيات التي أنشئت من أجلها لجان.
في الـ في الـ في الممارسه وفي اللغه العربيه. ما اعرفش اذا كان بالمصري نفس الوضع بالنسبه للغه العربيه في الدول الاخرى. في كلمتين يعني سيئتين السمعه، لجنه اذا اردت ان تقتل الموضوع فتنشئ لجنه، وفي موضوع اخر اذا اردت ان تقتل الموضوع اعمل تقرير عنه. يعني فالمفهومين فيهم قدر من البيروقراطيه، لجنه وتقارير. والاثنين هما عماد شغل اللجان التعهديه. وآفة اللجان التعهديه ان الكثير من الدول ياخذهما بالمفهوم الدارج لتقرير ولجنه. على سبيل المثال التقرير، انا بقول هذا الكلام من واقع خبرتي لما كنت دبلوماسي وكنت بقدم تقارير لمصر قدام اللجان التعهديه. التقرير بيبقى اقرب للسرد واقرب لل يعني اطراء الذاتي لو سميناها، يعني انت قد ايه احنا عظماء في هذا الموضوع وحاجات زي كده، ابعد ما يكون عن المعنى الحقيقي للتقرير. المعنى الحقيقي للتقرير اذا ما فهمنا جوهر اتفاقيات حقوق الانسان، 10 اتفاقيات زي ما قلنا، اتفاقيه خاصه بمكافحه التمييز ضد المراه، اتفاقيه خاصه بحقوق الطفل، اتفاقيه خاصه بمكافحه التمييز العنصري، اتفاقيه خاصه بمكافحه التعذيب، اتفاقيه خاصه بالحقوق المدنيه والسياسيه، اتفاقيه خاصه بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه، اتفاقيه خاصه بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه، اتفاقيه فرعيه خاصه بالمؤسسات العقابيه اللي هي الاس بي تي سب كوميتي اجينست تورتشر، اللي هي بتعمل زيارات لاماكن الـ 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 الاحتجاز داخل الدول وتقدم تقارير وتوصيات عنها لتحسين اوضاعها. ف معنى ان الدوله تقدم تقرير دوري عن تشريعاتها وسياساتها وطريقه تنفيذ التزاماتها موجب كل اتفاقيه الى اللجنه، معناها الحقيقي هو ان الدوله بتعمل نمره واحد عمليه تقييم ذاتي دوريه، وده اهم شيء الحقيقه، انه يكون تقييم امين. يعني انا شخصيا بشوفها داخله في منطق حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، انه في النهايه انت بتجيب حقوق الانسان في قلب الجفرنس على المستوى الوطني بانك بتطلب من مختلف الادارات المعنيه والوزارات المعنيه انها تقدم تقارير حوالين طريقه تنفيذها لالتزاماتها لحمايه حقوق المراه او حقوق الطفل او الحقوق المدنيه والسياسيه او او او, أو. هذا التقييم الذاتي مفيد جدا لانه الدوله بتبقى بتلزم نفسها بمراجعه تشريعاتها وسياساتها لتتطابق مع التزاماتها في هذا المجال. وهي ايضا عمليه تشاوريه على المستوى الوطني، لانه الاسلوب الامثل لاعداد التقرير مش زي ما كنت انا شخصيا بعمله، ان موظف حكومي يقفل على مكتبه ويلم شويه تشريعات ويطلع وثيقه عظيمه جدا تبين انه ليس في الامكان ابدع مما كان واحنا زي الفل ومفيش احسن من كده. للاسف ده منطق انا اصلا انا ربما اكون الوحيد اللي بيقرا كل تقارير الدول، لانها لما بتيجي المكتب المفوضيه حقوق الانسان انا اللي بتلقاها، واحنا اللي بنحضر كمان الاسئله للخبراء والمشروع الملاحظات الختاميه الخبراء بيقدموها في ضوء ان احنا بنقرا تقرير الدوله وتقارير بيسموها تقارير الظل المقدمه من المنظمات غير الحكوميه، بالاضافه للمعلومات المتاحه ايضا من مختلف مصادر الأمم المتحدة والمصادر العلنية والمشروع. فبجد أن التقارير معظمها سرد، معظمها أجوف، معظمها مطول، معظمها إطراء ذاتي، بينما التقرير الحقيقي اللي بيشد انتباه الخبراء واللي بيبين أن الدولة ما أخذت التقارير بحقها كفرصة للتقييم الذاتي وكفرصة للحوار الوطني نمرة اثنين، لأنه إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني قبل إعداد التقرير الوطني أمر في غاية الأهمية، لأنه بين الدولة تشاورت واستمعت لآراء مختلفة وليس فقط أن الجهات الحكومية هي التي تقيم نفسها. والحاجة الثالثة أنه التقرير مش بس فرصة للتقييم الذاتي ولا أداة للحوار الوطني، وإنما هو أيضا في مرحلة الثالثة فرصة لأن تستقي الدولة خبرات أعضاء اللجان التعهدية اللي هم مفترض أن هم أعلى كفاءات في مجال عمل كل اتفاقية منتخبين من جانب الدول، وظيفتهم أن يقدموا للدولة المشورة والتقييم سواء بأوجه points of concern، يعني أوجه تكون مبعثا للقلق من حيث عدم توافق تشريعات أو سياسات الدولة مع الاتفاقية، أو من حيث النواحي الإيجابية. هذه هي ثلاثية التقرير في حقيقة الأمر، أن أقيم نفسي، أن أتمع لبلس ولآراء المجتمع المدني في دولتي، ثم أن أتفاعل مع خبراء فأخذ منهم ملاحظات وأذهب بها للمستوى الوطني فيما بين التقريرين، عادة بيكون فترة 4 سنوات للعمل على تنفيذ هذه التوصيات. إذن هي عملية متواصلة
دائرة تستمر وغرضها هو بالتعاون مع الدولة والمجتمع المدني تحسين أوضاع حقوق الإنسان. لا تخفى أهمية هذا، لأنه في النهاية شرعية أي نظام حكم تتوقف على مدى احترام حقوق الإنسان. ترونها في العالم كله، وترونها في الثورات العربية، وترونها في تطورات عبر العالم، أنه حقوق الإنسان لم تعد طرفا على الإطلاق، وإنما هي شرط لشرعية أي نظام حاكم، وشرط لشرعية للتطور الصحي لأي مجتمع. فهذه هي باختصار ما هي اللجان التعهدية. أنا عايز أتكلم في ثلاث حاجات. أولا، ما هي اللجان التعهدية؟ نمرة اثنين، ما أهميتها للدول العربية بشكل خاص؟ ونمرة ثلاثة، عايز أحاول أجاوب عن سؤال وتصلحوا إجابتي، ليه حضراتكم ما سمعتوش عنها قبل كده؟ أنا متأكد ما سمعتوش عنها قبل كده. هنوصل لكذا، في أسباب كثير. فما هي اللجان التعهدية؟ كما قلنا، هي مجموعة لجان خبراء يتراوح عددهم من 15 و 25 أنشأتها الدول في 10 مجالات، كل مجال تنظمه اتفاقية، كل اتفاقية بتلزم الدولة بتقديم تقارير دورية إلى هذه اللجنة، ثم يأتي وفد من الدولة لأن يدخل في حوار مع الدولة. أتمنى أنكم تشوفوا تجربة حية بكرة في تجربة البحرين أمام ما أعرفش بكرة أو بعد بكرة يمكن، أمام لجنة سيدو حقوق المرأة. هحاول أحضر بنفسي، أنا دايما بحضر بنفسي لأني بشوف التطور في أسلوب الدول في إعداد التقارير، وأيضا في أسلوب الخبراء في توجيه الأسئلة، لأنه في النهاية مفوضية حقوق الإنسان دورها في ده كله أنها بتقدم الدعم في المضمون وفي اللوجيستكس، يعني مش بس سكرتاري يعني تحضر لهم الورق، لكن أيضا في الاستشارات اللي ممكن وفد الدولة يطلبها أو الخبراء يطلبوها. فهذه اللجان التعهدية بشكل مختزل للغاية، إيه أهميتها للمنطقة العربية بشكل خاص؟ هناك انطباع عام لو سألنا رجل أو سيدة في الشارع العربي إجمالا عن حقوق الإنسان، أول ثلاث حاجات بيجوا في ذهنه أيا كانت المصطلحات اللي هيعبر بيها عنها، هتكون ربما أنها فكرة غربية، أنها فكرة تدخلية، أنها فكرة سياسية. هي أبعد ما يكون عن هذا، فيها بعض هذا، ولكن فيها بعض هذا فين؟ أنا كلمتكم في الأول أن آليات حقوق الإنسان جزئين، جزء حكومي ده اللي فيه البوليتكس كلها، ده اللي فيه المعايير المزدوجة، ده اللي فيه أنها فكرة سياسية وفكرة غربية، ده اللي فيه أنها أدوات للهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية. وكل هذه المقولات السلبية عن حقوق الإنسان تنسحب في الحقيقة على وبشكل ما، يعني بدرجات ما، مش بشكل مطلق، على الآليات الحكومية. أما آليات الخبراء فدول ناس، ودي مسألة فريدة في نظام الأمم المتحدة، لن تجدها في أي مجال آخر، وهو أنها خبراء بينتخبوا بصفاتهم الشخصية، ومطلوب أن هم يتفاعلوا ويدي توصياتهم بأرائهم الشخصية، مش بأي انتماءات ليهم، ولا حتى لأنهم عربي يدافع عن الدول العربية، هذا غير مطلوب على الإطلاق، مطلوب أن يكون محايد بشكل مطلق. فاللجان التعهدية في الحقيقة هي المجال، عشان كده قلت في الأول أنها جماعية وديمقراطية، وأنها الآليات الوحيدة التي تمثل فيها جميع الثقافات والحضارات. فلا نستطيع أن ندعي بشأنها أنها فكرة غربية، ولا أنها فكرة تدخلية، ولا أنها فكرة سياسية، لأنهم بيدوا أراء فنية مش سياسية، ولأنها مش غربية بالعكس، لأنه الخبراء اللي بيجروا الحوار مع الدولة، وش هتشوفوا بكرة سيدو مثلا، فيها على الأقل خبيرتين عربيتين، نهلة حيدر من لبنان ونيلة جبر من مصر، إذا كنت متذكر هم فقط الاثنين دول، لكن في خبراء من دول إسلامية أخرى كثيرة، في من بنجلاديش، خبيرة من بنجلاديش، وفي خبراء من أفريقيا، وفي خبراء من آسيا. إذن هي بتمثل جميع الثقافات والحضارات. ستجدوا أن جلسات التريتي باديز إن جنرال اللي منكم مهتم أن يتابع عملها مذاعة على الويب كاست، مش بشكل رسمي، بعض الـ NGOs بتحطها على الويب كاست، treatybodywebcasting.org أفتكر. وأما هتكلم في النقطة الثالثة عن إصلاح اللجان التعهدية، هقول لكم أكثر أنها هتبقى بشكل مور، يعني أكثر انضباطا على الويب كاست. أهمية المنطقة العربية بشكل خاص، كما قلت أنه أنها يعني كما حددت طبيعة التقرير، أنها أداة مهمة جدا للحوار الدوري مع المجتمع المدني، وده بيمتص الكثير من الضغوط السياسية التي إن تركت تفضي إلى ما هو الوضع الآن في شمال أفريقيا، سواء في تونس أو في ليبيا أو في سوريا أو في مصر أو في غيرها من اضطرابات، لأنه في النهاية منطلق كل هذه الاضطرابات السياسية هو أنه الشعوب لا يسمع صوتها، وأن المجتمع المدني لا يقوم بدوره
في ما يسمى checks and balances، انه السلطه تحدها السلطه، السلطه مفسده، السلطه المطلقه مفسده مطلقه كما يقال دائما. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. انا بشوفها منطبقه بشده على دور المجتمع المدني، انه في النهايه الاستماع الى اراء الناس هو أكبر ضمانة مش بس لشرعية الحكم وإنما لاستقرار المجتمع. الحاجة الثانية اللي بتخليها مهمة متقاربة بشكل خاص إنه اللجان التعهدية زي ما قلت لكم هي دايرة، ودايرة متواصلة تقارير دورية، وبالتالي تسمح بالتطور المتدرج. لا شك إن عندنا إرث من العادات والتقاليد وإرث سياسي وإرث مؤسسي في كثير من الأحيان بيشكل عقبات في الاستجابة لقضايا حقوق الإنسان. وأحياناً دي ملاحظة قالتها الهاي كوميشنر بذكاء شديد، أنا كنت صحفتها في رحلة للدول الخليج العربي من مجلس التعاون الخليجي من 4 أو 5 سنوات، وإحدى ملاحظاتها مرة وكانت في غاية الأهمية، قالت لي أحياناً المجتمعات عندكم أكثر رجعية من الحكام، وده شيء في غاية الأهمية، لأنه فعلا ستجدوا أنه الأداة الحقيقية للتطوير هي الناس نفسهم. فإذا الناس يعني مقتنعين بالتقاليد والثقافة، إذا كانت الثقافة السياسية الوطنية تقبل بعض الممارسات إما على أنها جزء من الدين أو على أنها جزء من التراث أو على أنها أمر مقبول وخلاص أو هكذا، يعني كذلك ألفينا أباءنا وانتهينا على كده، فهيجي التغيير منين؟ وده اللي بيسهل أن نظم الحكم تستمرئ هذا وتستخدم مفهوم الخصوصيات الثقافية والدينية. مفهوم ده موجود في بعض وثائق حقوق الإنسان، وبالتحديد في الوثيقة اللي اسمها فيينا، إعلان وبرنامج عمل فيينا لسنة 93، وده كان مؤتمر ضخم جدا، هو اللي أنشأ مفوضية حقوق الإنسان، هو اللي أنشأ كل هذه الآليات. في فقرة شهيرة، فقرة 5، بتقول أنه عالمية حقوق الإنسان يجب أن تحترم الخصوصيات الثقافية والدينية لمختلف الشعوب، نقطة. والجملة اللي بعديها، غير أن الخصوصيات الثقافية والدينية والشعوب لا يمكن استخدامها كالوسيلة للتنصل من عالمية حقوق الإنسان. اللي يفهم الجملة دي يبقى أبو ملك يعني، لأنها في النهاية بتقول الشيء ونقيده. إنما أنا بديها لكم كنموذج لثمرة المفاوضات الدبلوماسية، إنها في النهاية بتؤدي إلى حل يرضي جميع الأطراف، حتى كنا بنقول الشيء في جملة ونقيده في الجملة التالية. بديكم هذا المثال لأنه الكثير من النظم السياسية بدون أسماء بتستخدم الخصوصيات الثقافية والدينية كدرع وقاية ضد احترام حقوق شعوبها. بس الزاد الحقيقي لهذه الممارسة ليس قوة هذه الأنظمة، وإنما قبول مجتمعاتها لهذه الانتهاكات. قضية حقوق المرأة قضية واضحة في هذا المجال، وشفتم إلى أي مدى كانت أوضاع حقوق المرأة في الحوار المصري مثلا، بكلمكم عنه لأنه ربما أكثر حاجة أنا منشغل بها ومتابعها، إزاي كانت من مؤشرات التطور الإيجابي والانتكاس في تذبذب الحالة المصرية في ال3 سنين اللي فاتت. أنتقل للسؤال الأخير، ليه ما سمعتوش عنها؟ وربما الإجابة اتقالت اوريدي، ما سمعتوش عنها أولا عشان مناهج التعليم في مصر لا تترجم الاتفاقيات الـ10 بتحط التزام على الدول انها تبروموت اويرنس، ان تنشر الوعي بهذه الالتزامات في مجتمعاتها. انا لم ارى الحقيقه الكثير من الدول يقوم بهذا الالتزام، ربما هذا حكر على المجتمعات، منظمات المجتمع المدني اللي طول النهار بتتشتم بحجه انها طابور خامس وعملاء للخارج وبتتلقى تمويل اجنبي وجواسيس و ففي النهايه الوعي موجود بس بشكل سلبي، لانه تكاد تكون الرساله انه هذا الكلام خيانه للوطن، هذا الكلام عماله للخارج. فطبعا يعني ليس اشد بهتانا وزورا من مثل هذه التصريحات، لأنه إن لم تكن كرامة الإنسان وحقوق الإنسان هي أساس الحكم فلا شرعية لهذا الحكم. وأي محاولة للإدعاء بأن حقوق الإنسان دي فكرة خارجية برد عليها رد واحد، هذه بضاعتكم ردت إليكم. هذه قيم كل الثقافات وكل الحضارات وكل الأديان، إنما يعني يمنعها عن الناس المفسرون والكهنة اللي في النص ورجال السياسة اللي بيستخدموا مفاهيم الخصوصية ومفاهيم الدفاع عن الوطن استخدام مغرض وسلبي. ما سمعتوش عنها شيء أيضا لأنه اللجان التعهدية بتعاني من نقص فادح في الموارد. يعني أنا هسيب لكم البيان اللي قالته الهاي كوميشنر قدام
قدام لجنه سيدو من ساعه واحده، كنت معاها بتقرا قدام لجنه سيدو، فبتتكلم على مشاكل الموارد. اديكوا ارقام. الدوله لما بتقدم تقريرها، الامارات لو قدمت تقريرها قدام اي واحده من هذه اللجان، زمن الانتظار لحين ما يتم مناقشه التقرير تتراوح بين 3 و5 سنوات. دي مساله عقيمه، لانه في النهايه تكون يعني حصلت تطورات عديده جدا جدا خلت التقرير ده تقريبا اوبسوليت، تقريبا اوت ديتد يعني. فالدوله بتضطر ترد على اسئله اضافيه، ويبقى الحوار يعني حتى الموبيلايزيشن على المستوى الوطني، يعني مين الان جي او اللي هتعمل مجهود علشان تتفاعل وتقدم تقرير ظل او تشترك في مشاورات مع حكومتها في تقرير عارفه انه بعد 5 سنوات. الباكلوج او التقارير الموجوده عندنا في مفوضيه حقوق الانسان تنتظر الوقت الذي يسمح انه، لانه السيشن حاجه مكلفه جدا من حيث الوقت والجهد والترجمه الى 6 لغات المتحده. فعدد التقارير الموجوده عندنا اللي هي اوفر ديو منتظر ان تقدم 350 تقرير. عدد الشكاوى الفرديه، لانه هذه الاتفاقيات نسيت اقول انها بعضها 6 من 10 اتفاقيات بيسمح للمواطنات والمواطنين بتقديم شكاوى مباشره ضد دولتهم. طبعا قليل جدا من الدول العربيه الاسلاميه يصدق على هذه البروتوكولات الاضافيه، ولكن عدد الشكاوى الموجوده عندنا قيد البحث يفوق 420 شكوى. وطبعا الشكوى دي من شروط تقديمها ان تستنفذ وسائل التقاضي الوطنيه، يعني تخيلوا لو واحد او واحده ضحيه انتهاكات لحقوقه واستنفذ وسائل التقاضي الوطنيه اللي هي مثلا ممكن تاخد من 3 ل5 سنين، وبعدين يبعت الشكوى بتاعته فتقبل هنا فتنتظر هي كمان في المتوسط 4 سنين. يعني شيء يعني يتنافى تماما مع الغرض وهو حمايه حقوق الانسان. مين اللي هينتظر وهو بيعاني من انتهاك 10 سنين على ما تطلع توصيه في 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 صالحه؟ فمساله نقص الموارد مساله صعبه جدا. ولذلك مفوضيه حقوق الانسان اعدت تقرير ومجموعه من المقترحات لتقويه اللجان التعهديه. وهذه المقترحات اخذت 2 سنين بحث مع الخبراء نفسهم و2 سنين بحث ما بين الدول، ولم تنتهي هذه المفاوضات الا امس الاول بمشروع قرار من الجمعيه العامه هقول لكم ملامحه الرئيسيه بشكل موجز. وعشان كده انا وصلت من نيويورك امبارح الظهر، وهذا التقرير سيعتمد يوم الثلاث بحاجه اسمها سايلنت بروسيدر، يعني رؤساء المفاوضات اللي هم سموهم كو فاسيليتيتورز من ايسلندا وتونس صاغوا هذا المشروع بعد التشاور مع الدول عبر 2 سنين من المفاوضات الشاقه، وارسلوها للجمعيه العامه مع اعتبار انه اذا لم يعترض احد حتى ظهر الثلاثاء بتوقيت نيويورك فيبقى هذا القرار معتمد. فانا بدعو الله ان القرار يعتمد، لانه الحقيقه في مجموعه من الاصلاحات اهمها اولا وضع حد اقصى لصفحات تقارير الدول. دولك بتقدم تقارير مهوله الحجم ده طبعا بغرض تفادي المسائل الحقيقيه، اللي عنده حاجه يقولها مش هيحتاج 180 صفحه، فعملناها 40 صفحه بحد اقصى. الحاجه الثانيه اوقفنا حاجه اسمها السمري ريكورد، اللي هي حاجه كان ملخص لكل الجلسات، كان بيكلف حوالي 5 مليون دولار في السنه، وبتطلع على مدى الترجمه من 6 لغات بتطلع بعد 6 و7 سنين. فاستبدلنا هذا باستخدام التكنولوجيا الحديثه، انه في ويب كاستنج للجلسات، وده هيوفر تكلفه رهيبه هو كمان. فاجمالي هذا التوفير استخدمناه في اعطاء وقت اجتماعات اضافي للجان التعهديه، وعدد اضافي من الستاف اللي هم الموظفين مفوضيه حقوق الانسان ليساهموا في التعجيل، بحيث الدوله اللي بتقدم تقريرها يبحث في نفس السنه، وبالتالي يبقى التقرير اللي بعده ما يتاخرش 4 5 سنين، لانه حاليا الدوريه في تقديم التقارير تتراوح بين 3 و4 و5 سنوات. لا احد يلتزم بها، لانه في النهايه الواقع بيفرض نفسه انه التاخير ده بيخلي الدوريه تتسع اكثر واكثر، كلما اتسعت الدوريه كلما قلت التقارير، كلما قلت التقارير كلما قلت الحمايه. فاحنا الحقيقه بذلنا جهد خارق من اجل الوصول الى هذه المجموعه من التوصيات لاصلاح اللجان التعهديه، ونامل ان شاء الله انها تعتمد بكره، يعني هتعرفوا انتوا هنا اذا كانت تمت ولا لا. ده باختصار ما هي اللجان التعهديه، ما هي اهميتها للدول العربيه بشكل خاص، ولماذا الوعي بها محدود بدرجه مؤسفه. فسأتوقف عند هذا القدر، ونفتح الموضوع لحوار في هذه الموضوعات وغيرها مما يعني يدور برؤوسكم. تفضلي. مده المناقشه بين تسليم التقرير ومناقشته طويله لان عشان نقص الموارد. نعم بالضبط كده، نقص الموارد البشريه.
البشرية. موارد البشرية والمادية، لأنه الاجتماع بيتكلف ترجمة وبيتكلف وثائق وبيتكلف ستاف اللي هو بيحضر للخبراء مشروعات التوصيات اللي هتطلع منهم. ومين يمولهم؟ الدول، الدول، ميزانية الأمم المتحدة. من الأمم المتحدة؟ من الأمم المتحدة. لا مش كل دولة، مش كل دولة على حد. من الأمم المتحدة. تفضل. شو معنات ثينك تانك؟ ثينك تانك هي مجموعة، يعني هي نوع من المجتمع المدني كإن جي أو، منظمة غير حكومية، ولكن لها توجه إلى إجراء دراسات بشكل أكتر، زي المكان اللي احنا فيه. ووظيفته أنه يعمل دراسات وأبحاث في هذه الموضوعات ويساهم في نشر الوعي بثقافة وآليات وقواعد حقوق الإنسان عن طريق مطبوعات، عن طريق محاضرات، عن طريق عمليات تدريب زي اللي احنا فيها دلوقتي بالضبط. وهالسياسة تستخدمها الصين في الصين وأمريكا. بس الصين أكثر. كل الدول عندها ثينك تانك، ده شيء أساسي. ده شيء أساسي. كانت أول. هي أحد مظاهر عمل المجتمع المدني اللي بتستخدم البحث والدراسات والمحاضرات والدورات التدريبية في الدفاع عن قضية معينة. ممكن تكون في ثينك تانكس في مجال حماية البيئة، ثينك تانكس في مجال حماية حقوق الإنسان. فده بالضبط اللي احنا بنعمله دلوقتي، ده نموذج لعمل الثينك تانكس. تفضلي. بعد ما الدول تسلم تقاريرها، إلى أي مدى الأمم المتحدة تقدر تجبر الدول على أنها تمشي بتوصياتها؟ سؤال في غاية الأهمية. ما تصدره اللجان التعهدية هو مجرد توصيات وليس قرارات ملزمة من ناحية قانونية البحتة، ومع ذلك ليها سياسيا وأدبيا قيمة عالية جدا، لأنه مجموعة التوصيات بيسموها concluding observations أو الملاحظات الختامية اللي بتصدر بعد مثلا تقديم البحرين غدا لتقريرها. دي بتبقى نوع من هي بيسموها quasi judicial، يعني شبه قضائية، ليست قضائية لأنه قراراتها ليست ملزمة، ولكنها ليست أيضا مجرد كلام عام لأنها صادرة من جهاز خبراء وظيفته أن يفسر التزامات الدولة ويفصل في مدى تنفيذها لهذه الالتزامات. هي إذا اتفاقات قانونية ملزمة فأساسها قانوني ملزم، وده بيخلي التوصيات ليها شبه صفة شبه إلزامية. والتوصيات ترفع من الجمعية العامة لمجلس الأمن. التوصيات بتروح من اللجنة التعهدية للدولة المعنية، لا علاقة لها بمجلس الأمن. لكن اللجنة التعهدية تحت شو، الجمعية العامة ولا تحت؟ اللجنة التعهدية قائمة بذاتها لكن بتقدم تقاريرها للجمعية العامة. عندك حق، هي تعتبر تحت في مخالة أنها لا تتلقى منها توجيهات، لأن أول صفة في اللجنة التعهدية هو الاستقلال، أنها مستقلون في إجراءاتهم، في نظم عملهم، وفي التوصل للأفكار أو الملاحظات الختامية أو النتائج التي يرونها. وبالتالي الجمعية العامة لا تتدخل في شغلها إلا من زاوية الموارد اللي تحتاجها هذه اللجان التعهدية. وده بالضبط اللي كنا بنعمله في نيويورك عبر السنتين الماضيين، هو زيادة الموارد لهذه اللجان التعهدية. التقارير بتتراوح حسب الدولة، في حسب اتفاقية، في اتفاقيات كل 3 سنين، وفي اتفاقيات كل 4 سنين، وفي اتفاقيات كل 6 سنين. لكن في النهاية لا تحترم هذه الدورية على الإطلاق، لأنه دايما في تأخير، الدولة بتأخر في تقديم التقارير. يعني مثلا في 20% فقط من الدول بتقدم تقاريرها في الميعاد المطلوب منها. ما فيش أي عقوبة، بل بالعكس ده النظام ماشي نتيجة عدم الامتثال، لأن لو قدهم اللي قدموا تقارير في مواعيدها السيستم هيقع، لأنه ما عندوش أسابيع عمل كفاية ولا ستاف كفاية تو بروسيس هذه التقارير. ده باختصار رسالتنا للدول، أنه أنتم ارتضيتم هذه الالتزامات، ويعني القاعدة الشرعية ما لا يكتمل الواجب إلا بدونه فهو واجب. إذا كنت قلت بهذه الالتزامات القانونية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. صلاحيات اللجان كما قلت هي بحث سياسات وتشريعات الدول وتقديم الوصول إلى نتائج بشأن مدى امتثال الدولة وتنفيذها لهذه الالتزامات. فدي مسألة مؤثرة جدا على الدول، لأنه كما قلت الآراء السلبية للجان التعاونية في سياسة أي دولة يطعن في شرائط نظام الحكم بمنتهى البساطة. إذا في توصيات رفعت واتخذ فيها؟ كثير كثير من الدول. أقرب توصيات شو كانت عن أي قضية؟ شوفي يعني في مصر مثلا توصيات سيدو كانت دايما في مسألة ضرورة تجريم ختان الإناث، فصدر تشريعات مؤخرا في مصر في هذا الخصوص نتيجة تواتر آراء اللجان التعهدية في هذا الموضوع.
في الكثير من الدول الإسلامية أيضا استصدرت تشريعات لحماية المرأة في مجالات عديدة نتيجة توصيات هذه اللجان التعهدية. فهي أثرها بيجي من تراكم التوصيات إن بيتخلق نوع من الضغط ورأي عام في قطاع معين. الأثر الثاني المهم إنه حتى للدولة أهملت التوصيات الصادرة عن اللجان التعهدية فبتتلقفها منظمات المجتمع المدني لأن هي دي الأدفوكاسي تول دي البلاتفورم اللي بتاخدها يعني ما ضاع حق وراءه مطالب مش في النهاية التوصية هي اللي تجيب نتيجة إنما المتمسكين بيها سواء في الحكومة أو في المجتمع المدني أو في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضغطهم في اتجاه هذه التوصيات هو اللي بيحقق النتيجة. زين وأعضاء اللجان التعهدية كل دول اليو أن ولا؟ لازم تكون الدولة مصدقة على أي اتفاقية عشان تتقدم بمرشح. وكيف يتم قبول الدولة في اللجنة؟ بتحصل انتخابات في نيويورك لمؤتمرات الدول الأطراف كل اتفاقية بتجتمع الدول الأطراف فيها وتتلقى يعني كل خبير مدة ولايته 3 سنوات قبل التجديد لمرة واحدة فبعد 6 سنين الدولة إما بتقدم أو دولة أخرى بتقدم مرشح جديد. حالياً كم عدد أعضائها؟ 172 لا إجمال العشر اللي جانت عودية فيهم 172 خبير. 172 خبير كل خبير يمثل دولة. كل خبير ما بيمثلش دولته دولته بتنتخبه لكن مجرد ما بينتخب بيبقى مستقل عن الدولة. بس أنا دول مختلفة. بس دول مختلفة يعني كل دولة مصدقة. ده مصدر خلط كبير جدا لأنه انتماء الخبير لدولة معينة مش معناه إنه بيدافع عن الدولة دي هو بيدافع عن قضية حقوق الإنسان اللي الدولة دي صدقت عليها. وهنا خلط كبير لأن للأسف كثير من دول العالم الثالث بعض خبرائها ما بيكونوش مستقلين يعني بيحاول يدافع عن دولته ظالما أو مظلوما وبالتالي ده مخالف للاتفاقية نفسها لأنه الاتفاقية بتقول أنهم يعني يمارسون عملهم بصفتهم الشخصية في استقلال وحياد كاملين بصرف ولا يتلقون تعليمات من أي دولة. وهنا دي مسألة جديدة لأنه في النهاية إزاي الدولة ترشح خبير أو خبيرة والخبير خبيرة يقول رأيه بشكل منفرد ده دي من خصوصيات هذا النظام انه الخبراء يعني كما القضاء ما هو القاضي بيتعينه الدولة ولكن هل هو يفصل لمصلحة الدولة في القضايا التي تكون مرفوعة للدولة بيفصل بمقتضى القانون ومقتضى الحق في حياد مطلق. كذلك أعضاء اللجان التعهدية وبيقسموا على هذا قسم رسمي يعني أنا في كل جلسة بيكون فيها خبراء جدد أول حاجة بعد ما بفتتح الجلسة بدعو الخبراء الجدد لأن يتلوا هذا القسم في مضمونه أنه يتصرف بحياد وبموضوعية ولا يتلقى تعليمات لا من دولته ولا من أي دولة أخرى وتكون آراءه الشخصية فقط هي المعيار. وامتناع الدول الاخرى من العضويه هو سبب انهم مو موقعين في اتفاقيات ولا شو لو مش موقعين ما يقدروش يقدموا عضو لكن في دول موقعه ولكن لا تقدم هذا اختيار للدوله انها تقدم مرشح او لا تقدم مرشح. ومن ضمن الاشياء المهمه جدا اللي احنا حطيناها في تقارير اصلاح اللجان التعهديه وننوي العمل على تنفيذها هو ان الدوله تكون عندها على المستوى الوطني بروسيس وبوليسي يعني يكون عندها وسيلة لجذب أكبر عدد من المرشحين والمفاضلة بينهم لأن بنلاحظ أن كثير من الدول بتختار شخص مقرب للدولة وعادة بيكون موظف في الحكومة. أسوأ شيء أن يبقى خبير في لجنة تعهدية مستقل وهو في نفس الوقت موظف في الحكومة لأنه لا يمكن أن ينظر إليه بأنه مستقل. لا يكفي أن يكون الإنسان مستقلا ولكن زي ما بيقولوا بالإنجليزي he has to be seen as such لابد أن تتصرف مستقل يعني ما يكونش له وظيفة في الحكومة ما يكونش موظف يعني في الدولة بياخد راتب اللجنة مش لازم يتفرغ ممكن يكون شخص أستاذ أكاديمي ممكن يكون عضو في السلطة القضائية سلطة قضائية مثلا في الدولة لا يعني ليست موظفة عند الدولة الأكاديميين ليسوا موظفين عند الدولة المنظمات غير الحكومية ليسوا موظفين عند الدولة فالخبراء المستقلون يستحسن دائما مش يستحسن في الحقيقة ينبغي ألا يكونوا موظفين يتلقوا رواتبا من دولتهم موظفين اليوم لا القاضي ولا لها موظفين الدولة لا موظفين الدولة الدبلوماسيون مثلا عدد كبير من أعضاء اللجان التعهدية بيبقوا سفراء فإزاي تبقى إزاي بس سلك الدبلوماسي يعني إزاي تبقى إزاي تبقى قبل دورة اللجنة بتمثلي دولتك وأثناء دورة اللجنة بتمثلي نفسك الناس هتنظر بشكل ما تقولين هيعتبروا دي توجهات دولتك لأنك في النهاية الدبلوماسية في هذه الدولة مثلا يعني أنا بديكي مثال شائع حتى لو كان كمان صح هي دي النقطة مش كفاية أنه يكون مستقل لابد أن البرسبشن أن استقباله أن البروفايل بتاعه يكون مستقل أيضا وإلا سينظر إلى كلامه أنه حتى لو كان صح أنه منبعث من بشكل غير محايد لا بيكون محايد بالكامل من الدولة ممكن يكون دبلوماسي لكن دبلوماسي سابق مثلا لكن مش في الحالة تفضلي أنا عندي سؤال نظري بالنسبة
بالنسبة أن أنت حكيت أنه في مجتمعات تكون أكثر رجعية من حكامها. نعم. على أي أساس أنت بتحكم أنه هذا المجتمع رجعي أو لا؟ على أساس أنه هو ما قبل أنه يطبق نظام معين أو أسس معينة؟ عندي لك مثال اللي كان واضح في 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 ذهن الهيكم مشنا في هذا اللقاء. مسألة حقوق المرأة، أنه أن يكون في نساء كثير ضد اتفاقية سيدو ويعتبروا اتفاقية سيدو مناهضة للشريعة الإسلامية، ده أمر في حد ذاته بيعكس أن قطاعات من المجتمع بتنظر لحقوق الإنسان كما قلت أنها فكرة خارجية تدخلية غربية. لكن الى جزء من حقوق الانسان انه لا يتناسب معهم بالضبط، انهم مرتضوا انها لا تتناسب معهم، انهم لا يطبقوا، هذا لا يعني انهم رجعيون او يعني مناهضون لحقوق الانسان، بالعكس يعني هم ارتضوا باقي الحقوق، لكن بالنسبه لهذه الحقوق فهم راوا ان انسب لهم. اول قاعده في حقوق الانسان انها لا تتجزا، وانها انتر ريليتد. بمعنى ايه؟ انه لو شخص لو ما فيش حق في التعليم هيجي منين حريه التعبير؟ الإنسان عشان يعبر هيعبر عن فكرة، هتجيله فكرة منين إذا لم يكن قد نال حقه في التعليم؟ صح. فإذا خدنا المرأة وقلنا إنه بعض المجتمعات تتهاون في التعليم الإلزامي للمرأة، فأنت كيف يعني الحق في التعبير؟ أنا برأيي منفصل عن حق التعليم، يعني أنا حتى لو مش متعلم يعني هدول الأشخاص الأميين أليس لهم الحق في التعبير؟ لهم، ولكنه في النهاية حق مفرغ من مضمونه. هديكي مثال في مصر، معظم الناس اللي بتصوت لتيارات سياسية معينة بيبقوا ضعف مستوى تعليمهم أساسي في انجذابهم ورا فكرة معينة. بغض النظر يعني هو يظل رأي، يعني سواء أكيد هو مبني على شيء، يعني إذا أنت تقول أن التعليم قد يكون مسيس، أنت أو يعني الشخص يعني سيتعلم في مدرسة معينة ثم في جامعة، سيكون فكر يعني فكر الأغلب في هذه الجامعة أو في هذه المدرسة فكر واحد. أما يعني إذا قلنا يعني فاهم قصدك، بس هي النقطة إيه؟ أنه طبعاً يظل تعبير أي شخص ولو لم يكن متعلم تعبيراً من حقه أن يقوم به. ما هو التجزؤ ده بيخليها يعني بيفسدها في النهاية، لأنه التعليم أولاً يجب أن يكون محايد ويجب أن يكون حر ولا يجب أن يكون مسيس في المقام الأول. أنت تدي كل طفلة وطفل تعليم متكافئ وتعليم بجودة عالية، بعد كده تتوقعي منهم أن يعبروا عن رأيهم بحرية. إنما لو التعليم مش موجود أو التعليم مسيس زي ما أنت بتقولي، الرأي اللي صادر عن الهزوء الأشخاص لما يكبرون بعد كده مش هيكون رأي حر. يعني الحرية لا تأتي إلا من المعرفة والمفاضلة بين بدائل. كيف تفضلي بين بدائل إذا كان عندك نوع من الاندوكترينيشن أو التعليم الموجه تجاه حاجة معينة؟ خلينا في قضية حقوق المرأة بالتحديد، يعني قضية المساواة بين المرأة والرجل في العمل، قضية المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق في التعليم وفي حقوق الزواج وفي يعني سيدو مثلا لسه مطلعة جنرال كومنت. اللجنة التعاقدية مش بس بتدي ملاحظات ختامية للدولة، أحيانا بتطلع تفسيرات للاتفاقيات. طلعت جنرال كومنت في منتهى الأهمية خاص ب الآثار الاقتصادية للطلاق على المرأة من واقع التزامات سيدو، وده بيوري لك أن الالتزامات مش بس هي الالتزامات الموجودة، ولكن ما لا يكتمل وما لا يتم الواجب إلا به. فبتحليل عبر 3-4 سنوات من الشغل قريب اللغة العربية موجودة على السايت المفوضية، ستكتشف أن الكثير من الممارسات بتعطي للرجل حقوقا أكثر في الطلاق، أو أن المرأة على المرأة، لا ننسى أن المرأة خصوصا إذا لم تكن تعمل وهو ما بس في لا خلينا نتكلم في الشريعة، أنا ما عنديش مانع. الشريعة تعطي الرجل حقوق إيه؟ الشريعة لها تعطي الرجل يعني حقوق مقابل المرأة. شو الحقوق اللي في الشريعة؟ لا يعني في المناهضات إنه ما في مساواة من قبل الرجل والمرأة، بس في أشياء الشريعة تفرضها على الرجل. طب خلينا نمحص زي إيه؟ إديني أمثلة. مثلا من لحق الطلاق مثلا؟ الطلاق. إيه.
انا سعيد انك وقعت، انا سعيد انك وقعتي بلسانك وقلتي لي حق الطلاق، لانه لانه ليش حق الطلاق بس بيد الرجل؟ لا لحظه، شو المشكله؟ ليش اصلا سووا الريال بالعاده ما ينفعل بسرعه ويتصرف، اذا طلاق بيد الحرمه طلقت من اول يوم. يمكن هي ما زين، ده مع احترام، ده مع احترام الكم الدين وايد احترم العقل من البدايه، يعني هذا مبني على ان بحوث نفسيه تدل ان الحرمه وايد عاطفيه، ما تقدر تمسك هالشيء ولا بينهد بيتها من اول يوم. تشريع الله سبحانه وتعالى ما في ان انتقاص من قدر المراه. خليني اقول لكم، خليني اقول لكم تجربتي الشخصيه واجابتي الشخصيه على هذا السؤال في مؤتمر صحفي مع الهاي كوميشنر في ختام زيارتها لدول الخليج العربي كلها، كانت مع منظمات المراه وقالوا هذا الكلام بالتحديد. انا مستعد اتحدى اي حد في انه الشريعه الاسلاميه اختصت الرجل بحق الطلاق. ليش؟ لان المراه يجوز لها في عقد الزواج ان تنص على احتفاظ بحق الطلاق. حتى الخلع لا، ما بكلمش على الخلع، لا اتكلم على الخلع، اتكلم على المساواه في حق الطلاق منذ توقيع عقد الزواج. هذه هي الممارسات التقليديه التي نشانا عليها وتصورنا انها من الشريعه، وما هي من الشريعه في شيء. كويس ولكن هذا لا يمنع ان المراه ايضا يكون في عقد الزواج ليها الحق ان تمسك بمعروف او تسرح باحسان بدون ان تنتظر الخلع. يعني هي تطلق الرجال؟ نعم عارفه لسه عارفه مش مطبق، يعني كيف يعني مش مطبق؟ لانه دليل ديني، دليل شرعي، دليل شرعي انه لا، يعني شوف الاصل في الاشياء الحل، ليس هناك ما يمنع ان يكون للمراه حق الطلاق، اذا يجوز للمراه حق الطلاق، هذه هي اصول الفقه. كون القران بيخاطب الرجل في الطلاق لانه هذا هو الشائع من الممارسه، هذا لا يعني انه لا يجوز الوضع العكسي ان يكون لكلاهما الحق في الطلاق. انا شخصيا اديت مثال شخصي جدا للسائله اللي سالتني نفس السؤال من 5 أيام على الهاي كوميشنر، قلت لها قولي لي من القران او السنه ما هو الخطا في اللي انا شخصيا عملته. انا من 25 سنه ارتبطت بواحده، ولما جينا نكتب عقد الزواج انا احترمت حريتها بشكل اساسي وقلت انا لا ارضى لنفسي ان يكون لي حقوق اكثر من حقوقها، فكتبنا في عقد الزواج ان يكون لي الحق في تطليق نفسها، نقطه. اين نعم، ما الخطا في هذا؟ ما أين في القرآن؟ أنا أعكس لك سؤالك، أين في القرآن والسنة؟ القرآن يخاطب الرجل، أيوة، بس هذا كان تسجيل للممارسة الشائعة. وأنت تشوف أصلاً أن الصح أنها تنعطى بهذا الحق؟ أنا شايف صح تماماً. ليش الدين أوريدي عطاها حقوق أكثر عن الرجل في أمور ثانية؟ حتى يوم في التوصية، يوم أن الرسول كان يوصي في حديث أن أمك ثم أمك ثم أمك، يعني عطاها في أشياء ثانية أكثر من الرجل، فما فيها مشكلة إذا عطى الرجل في نقطة معينة أكثر منها. طب أنت تقبلي أنا هذا السؤال، أنت تقبلي في علاقة أن يكون الطرف الآخر له الحق في إنهاء العلاقة وأنت ليس لك حق؟ أنا بسألك بس سؤال، أنت تقبلي هذا؟ إذا بنشوف بشكل عام أن الرجل في هالأمور بيضبط نفسه أكثر من المرأة، هي أكيد. ليش مصور أن العاطفة بس يعني شيء وايد؟ لأن دائما هي تكون أنت عاطفية. زين بس ليش مصور أن العاطفة تكون يعني أنا عشان قلت إن جنرال إذا بيكون بشكل عام أن الحرمة بتمسك هالأمور، لا وايد بتخرب. يعني تطلق ولا لازم تطلق؟ ده اللي أنا بعتبره إنه 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 التقاليد مترسخة فينا بدرجة، أنا ما عنديش اعتراض على هذا الكلام. يعني مسألة حرية اختيار، لكن على الأقل لا تنسبي هذا انه ان الشريعه تمنع العكس، الشريعه لا تمنع العكس. بس شوفي اصلا ما شرعيه الشريعه لا تمنع العكس، يعني احنا بس احنا ما الشريعه يمنع لا شيء يمنع ما دام لا شيء الاصل في الاشياء الاصل في الامور الاباحه خلاص، ما لم تمنع، يعني لا تحريم الا بنص، بما انه ما فيش نص يبقى هذا جائز. احنا تعرفنا في منطقتنا على انه المرأة وضعها أدنى لأسباب أو أخرى، من ضمنها الأسباب اللي أنت بتقوليها وبتنسبيها لدراسات علمية. أنا بترك لك هذا الأسيرشن، أنت اللي قلتيها مش أنا لم أرى دراسة علمية بتقول المرأة أكثر عاطفية. أنا أقرأ ما تسميه عاطفية المرأة على أنها أكثر رحمة وأكثر حرصا وأكثر تماسكا في الأسرة من الرجل. يعني 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 أنا شايف أن الرجل أكثر رعونة في هذه القرارات، والمرأة أكثر تعقلا لأن هي اللي بتشيل مسؤولية الأسرة أكثر من الرجل. فأنا أستطيع أن أقول عكس ما تقولين، لكن في النهاية ما نحكمش على حد ونترك المسألة لكل حالة على حدة. أنت تقبلين هذا الاختيار؟ الفكرة أنه ليس الإسلام هو ما يحتم هذا الاختيار، الإسلام أتاح هذا الاختيار، ولكن لا تحرمي الآخرين من احترام من 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 من, من, من اختيار الآخر. تفضل. يعتمد على المجتمعات وثقافتهم. عليكم السلام.
هو الحين الرجل يدفع المهر، الرجل يدفع النفقة، يدفع هو مسؤول عن البيت، هو مسؤول عن كل التكاليف. هذا تشريف مش تكليف. تشريف هو لا هو تكليف تشريف بعد. لا تكليف خليك من سؤال. فأحيان أنت إذا عطيت المرأة مع احترامي ما في تقليل من قدر، ولكن إذا عطيت الحق للمرأة أن تطلق نفسها فمن ثاني يوم هو دافع 300-400 ألف ثاني يوم. طيب خليني أقول لك حاجتين، خليني أقول لك حاجتين. أولا في قضاء عند موضوع المركز العالي يبغى يستغلها انه يهدى فيبهدلها لما تموت. اكيد في حالات شاذة، بس نحن نتكلم انه هاي ظروف. تفضل خلي يكمل موضوع اذا انظلمت او هذا عند القاضي. في القاضي ما يلزم الرجال. التطليق موجود بطلب المرأة اذا القاضي شاف الموضوع فيه في ظلم او في تقصير، ما يدفع لها نفقتها يضربها اي شيء، القاضي للحق ان يطلق. لا ممكن اتكلم بالارقام. انت افترضت انه لا خلينا انا بس مش فرق. انت افترضت ان الرجل اللي هو الذي ينفق وحده، والاصل هذا في القران الرجال قد جعلوا قوامون على النساء بما انفقوا من اموالهم. خلاص المجتمع العصري بدأ يشهد أن المرأة تعمل أيضا وتساهم في التكلفة أيضا، فإذا انتهت الزوجية كلاهما يخسر ماليا. وده الجنرال كومنت اللي بقولك عليه بتاع سيدو، أنه نمط المرأة، عارف المرأة المعيلة في مصر اللي هي بتتكفل بالأسرة وليس الرجل، وصلت نسبتها كام في المائة من المجتمع؟ 43% من المجتمع. نتيجة الأزمة الاقتصادية ما فيش أسرة بتنجح بدون دخلين في الأسرة في معظم الأوقات. جايز المجتمعات في الدول الخليج مختلفة، أولا نتيجة أنه الحالة الاقتصادية أفضل نسبيا نتيجة الثروة النفطية، أو نتيجة التقاليد أن المرأة لم تخرج إلى سوق العمل. فأنت تصف واقعا محليا أنا أتفق معك فيه، لكن عبر العالم في مناطق كثيرة جدا المرأة التي تعمل هي أيضا تخسر، وبالتالي بما أنهم بيتحملوا العبء مع بعض في إعالة الأسرة اقتصاديا ليس أقل عدالة من أن يمارسوا نفس الحق في إنهاء الزواج أو إبقائه. يعني كيف لا نتصور أن المرأة ككيان وكإنسان لها نفس الحقوق في أن تقبل أو لا تقبل هذه العلاقة. أنا شخصيا على المستوى الشخصي، وقد تراني مخطئا، لك كل حرية في هذا، أنا ما لا أعترض على أنك أنا رأيت من 25 سنة أنه من العسف والجور والظلم الشديد، بل من الإهانة للإنسان اللي هرتبط بيها، أنه ما تكونش من حقها الانفصال عني وقتما تحب، لأنه معنى كده أن العلاقة قائمة على نوع من القهر أو على الخوف من أنها هتموت من الجوع لأن أنا اللي بأنفق عليها. يعني لو إنسانة عاشت معايا لمجرد أنها ملهاش ملجأ آخر تبقى كارثة بالنسبة لي. وبالتالي أنا المنطق نفسه من واقع احترام الشخصين لبعض، والزواج في النهاية مودة ورحمة، والرحمة والمودة لا تأتي إلا بمكون الاحترام فيها. فأنا بحترم حرية الطرف الآخر، لو نظرتها من هذه الناحية قد تفهم وجهة النظر الأخرى. تفضل هرجع لك. الحوار اللي صار هلا بشوية يعني بين حضرتك وحضرتك، يعني هذا دليل مش على رجعية، يعني دليل انه انت مضايقه من كلمه الرجعيه، خليني اعتذر عنها واسحبها واريحك، لانه المقصود هنا هو انه الطوائف من اصحاب الحقوق يتراجعوا عن حقوقهم، مش حكم سياسي، مش بمعنى السياسي رجعي، بمعنى انه انا مش عايزه هذا الحق للمراه، فانا بتراجع عنه، لانه المعيار الدولي لا 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 ما كنتش أقصد حكم قيمي، ما أنا بكلمك من واقع هذه الثقافة نفسها وأنا جزء منها. فإنما أنا شخصيا بأستاء بشدة لحالة حقوق الإنسان في بلدي نفسي، وبرى أنه استخدام الدين كغطاء لهذا القهر للمرأة أسوأ من القهر نفسه، لأنه استخدام للحق سبحانه وتعالى وهو العدل في تحقيق الظلم. فتفسير القرآن كان في معظمه تفسير رجالي، سمعت كتير عن فقهاء سيدات شاركوا في هذا التفسير. إذن المسألة في النهاية علاقة زي ما هي علاقة مودة وسكن، هي أيضا علاقة قوة ما بين الرجل والمرأة.
فالرجال عبر أزمان بدعي هذا الكلام ومستعد لتقبل الثورة ضدي من 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 كنا ومنكم. الرجال عبر الأزمان في النهاية ديكم مثال لك من الضحك، لما أيام زمن مبارك وسوزان مبارك حاولت تحسن صورة مصر وأنها ليبرال مش رجعية، مصر مش رجعية، فحاولت تحسن صورة الحكومة فحبت تعمل قانون الخلع. فمن أطرف الحوارات في البرلمان المصري أنه كثير من النواب الرجالة قالوا في جلسات رسمية، قالوا يا نهار اسود دي كانت تبقى مصيبة، ده احنا كاتبين معظم أموالنا بسيداتنا اللي عشان يتهرب من ضرائب واللي علشان يتهرب من الكسب غير المشروع، ده يخلعونا وياخدوا الفلوس ويمشوا. فإلى هذه الدرجة الرجل بيستخدم المرأة في النهاية وبيستخدم التفسيرات الرجالية الذكورية للشريعة الإسلامية. أنا الأوان لإعادة النظر في هذه المسلمات من منطلق أنه ما هو ليس محرما فهو حلال. في النهاية إذا قلت المرأة مش محتاجة هذا الحق أنت بتنزلي عن المعايير الدولية، أنا ما عنديش مانع، بس ساعتها لو ده موقف الدولة ما فيش داعي أنها تصدق على اتفاقية سيدو، لأن لما تصدق على اتفاقية بتخلق تناقض ما بين سياساتها وتشريعاتها وبين التزامات الدولية، فعلى طول بتاخد ملاحظات من اللجنة. يعني بكرة البحرين اللي بتاخد ملاحظات من اللجنة في هذا المجال، ده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل. ولكن في يعني عمل شديد، بس تحفظ في القانون عشان يكون مقبول لابد يكون محدد في مضمونه. يعني معظم تحفظات الدول العربية ما عرفش الإمارات بتقول لا نقبل، أو الإسلامية نقبل هذه الاتفاقية في حدود ما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. تطليق المرأة لنفسها لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ليس هو الأصل. إذا بس أنت المثال لطريفة عن سالفة الإنفاق، أنت قلت الحين أنه ما في شيء يمنع المرأة من أنها تطلق. نعم. بس ترى ما في شيء يجبرها تصرف. يعني ما يستوي قارن هالشيء. الواقع هو الذي يجبرها. الواقع مش شيء ديني نحن نستند عليه، نحن مسلمين. أنت رديت استند في سالفة الطلاق، أنا ما عندي علم بالآيات اللي ممكن أنها يعني تمنع المرأة من هالشيء. بس أنت رديت للدين في هالشيء. لكن في سالفة الإنفاق ما في، بروحك قلت الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا، يعني ما يستوي تساوي هذه بهاي قارنهن ببعض. طب ولما المرأة تشارك في الإنفاق؟ تشارك بمزاجها، يعني مو واجبة. طب نعم. مجبورة تلزم. الشريعة الإسلامية ليس عليها إلزام من الناحية القانونية والشرعية والنظرية. بس عليها إلزام. لكن إذا 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 الواقع ألزمها بهذا، هل تتغير الحال؟ هل يتغير التوازن؟ كيف الواقع؟ إحنا ما بيرد ولكن الإسلام بيرد. كويس. والواقع على يفرض ايضا الواقع شيء ثاني والاسلام شيء ثاني. طيب احنا عايشين في الواقع ولا مش عايزين في الواقع؟ احنا مقصرين، ولكن هذا الاسلام. انت تتكلم في الاسلام، ما قال بديت انت تتكلم في الاسلام، ما تكلمت على الواقع. الواقع شيء ثاني. ترى عندكم في مصر زوجتي تجيب الشقه، هذا من الاسلام، هذا من العرف، ما من الاسلام. تمام معك. فانا اقول لك انت دخلت في الاسلام، إذا اتبع الواقع من كلمك الواقع. بس الإسلام يتسع لكل التغيرات الواقع، ومن هنا صالح لكل زمان ومكان، وبالتالي التفسيرات لابد أن تنطلق من الواقع. الفقهاء الصحيحين كانوا دايما يقولوا لا أفتي عن أوضاع دولة أخرى أو زمان آخر، أنتم أعلم بأمور دنياكم، وأهل مكة أدرى بشعابها، وقد يختلف الحكم في نفس المسألة حسب الزمان والمكان. بالتالي الإسلام أوسع من إحنا نقول الإسلام هو هذا النمط فقط والواقع ما لناش دعوة به. لا، الواقع وظيفة يعني أصول الفقه أن تستنبط الأحكام طبقا للواقع وتختلف طبقا للواقع. فعشان كده بقولك إذا كان الواقع في الإمارات أن المرأة لا تحتاج أن تنفق ولا تحتاج أن تعمل من الأساس، فهذا أمر مقبول. ولكن إذا انتهت الزوجية بالطلاق والمرأة أفنت عمرها في رعاية أسرتها ولا تحسن عملا خارجيا، وستكون طبقا للإسلام، ملزمة نفقتها من الرجل. إذا كان معظم الرجال عادة مع انهيار العلاقة الزوجية بتبقى في حالة عدائية وحالة نفور وحالة نكاية وحالة انتقامية، ما الذي يحمي المرأة إذن؟ هتقول لي الإسلام يحميها وهو ملتزم بالإنفاق، أين تأكل إلى الشرع والقانون؟ شفتي فيلم أريد حلا بتاع فاتن أمام حمامة؟ ده يبين لك هذا أنت تتكلم عن نقائص المجتمع. كويس. لكن هو كقانون استكمالها. كويس كويس كويس. القانون لا يكفي، لابد من سياسات تسمح بأن المرأة في الواقع تحمي نفسها.
من ضمن هذا انه بما ان الواقع كثيرا يعني احيانا الى الدين اصلا يحميها وممكن هي تلجا للقضاء. انت الحين تبى تقول لي ان بنحط قانون جديد، اذا الناس المجتمع ما احترموا الدين بيحترموا قانون جديد تحطه بغض النظر عن ان لن يدافع عن حق المراه الا المراه، لكن اذا هي تخلت عنه قضي الامر. منو قال انها تتخلى عن حق؟ لما تقول يعني انا وحده اشوف هذا شيء مو مهين ابدا. انا يعني يوم انا بخليه ما بشوف اني انا تخليت عن حق. هذا اختيارك وهذا امر مقبول، انما البديل الاخر ليس مخالفا للدين. انت لا تركز على الموضوع اللي نحن مختلفين فيه، انت ركز على الموضوع ان اوكي في نحن في الدين عندنا شيء يحميها، بس انت تشوف ان المجتمعات ما تطبق صح مع لانه الدين، لانه الدين لا يطبق. اوكي لحظه، الدين لا يطبق بس انه في شيء. اوكي لو الحين انتم وصلتوا لحل او لقانون معين، ايش دراك انه بيطبق؟ ترى نفس الشيء، يعني وصلنا لنفس المعضلة. لا لا لا، هقول لك الفرق ايه، هقول لك الفرق ايه، انه هذا القانون اللي بتكلم عنه الذي يسوي بين المرأة والرجل في الحقوق فيما يتعلق ببداية الزواج وإنهائه، يعطي المرأة الوسيلة لأن تدافع هي عن حقها، بينما الوضع الراهن لا يعطيها هذا الحق إلا من خلال القاضي، والقاضي رجل، والإجراءات طويلة، والتنفيذ يكاد يكون مستحيلا في معظم الأحوال في معظم الدول. إذا نحن بني نضارب ما بنضارب، بنغير قانون، بنغير البروسيس اللي أصلا موقفة حقوق المرأة. أنت ما بتغيريش قانون، أنت بتوسعي نطاق الحماية. شو سويت أنت عندكم في منظمتكم نقص وغيره؟ شو سويت؟ حاولت تغير وتزيد لها عشان تعدل الخلل، لكنك ما لغيت المنظمة لأن هي والله ما تسوي وايد شغل لأن ما في موارد. نفس الشيء، إحنا بنوسع دائرة إمكانيات المرأة في أن تختار لنفسها وأن تنهي العلاقة الزوجية إذا شعرت بظلم دون أن تمر بالقاضي، وهذا هو نفسه قضية الخلع. الخلع في رأيي في تفسيرنا له، الخلع في تفسيرنا له هو إهدار الحقيقة، التمييز بين المرأة الغنية والمرأة الفقيرة، لأن الخلع تستطيع أن تمارسه المرأة الغنية اللي عندها دخلها. طب المرأة الفقيرة الخلع معناها إيه؟ أن تبرئه من التزاماته المالية. بعدين بدشري معضلة ثانية، إذا أعطيت المرأة هذا الحق بتدور الأوقات وبتستوي هي أوريدي. الحين المرأة طالعة في مجتمعاتنا، بتم في يوم من الأيام تعطون الرجال حق أكبر عشان تساوون بينه وبين المرأة، لأن أنتوا ياسين تعطونها حق وايد. يعني أنت خايفة على حقوق الرجال في هذا الموضوع مش خايفة على حقوق المرأة؟ ليش نحن مجتمع المفروض نفكر في بعض، مش والله لأني أنا حرمة بس أدافع عن الحريم. انا معاك، لكن تاريخيا نحن نتكلم عن مجتمع واقع اسلامي. انت تتكلم دكتور يعني من ناحيه علميه، فعشان شيء صار في تضارب. لا مش عشان لا لا هو شوف لا احنا نتكلم اكثر نتكلم من ناحيه العلميه، من ناحيه علميه ما نقدر نتكلم يعني اوكي احنا في مجتمعنا ما نقدر نسوي هاي الجامعه الغربي غير عن دريتي في حياتك الإسلامية. ممكن المرأة تأخذ، ممكن يكون لها حق الطلاق. ما قلنا نحن يومين نناقش، قلنا أوكي نحن ما قلنا نتكلم في شيء نحن مو زين. يومين نناقش في سالفة الصف، قلنا أن الحرمة ما عندها هذا الحق، بس الدين بعد مرة يعني قلنا شيء يتأكد من دراسة النساء كاملة أشياء مش سوى الشريعة الإسلامية رغم أنها موجودة. ليش مش مطبقة في الدول؟ لأنه في تفكير كثير بيراها خارج عن الدين، وبالتالي الناس بتخاف تلجأ لهذه الحقوق لأنها معتبرها. نعم مش شرط أن يكون خاطئ. لا هو حق أن الإنسان يمارسه بالطريقة التقليدية، ولكن ليس خاطئا أن يلجأ إلى المساواة في الحقوق بدرجة أوسع. أنا أني أنا أقدر أفكر مثل ما أبغى، يعني أنا مش غلط إذا أنا مقتنعة بهالشيء وأنا راضية عنه. طبعا الأساس هو حرية اختيار. كيف ندافع عن حرية اختيار المرأة وننكر عليها أن يكون الاختيار ألا تتساوى في أمر ما؟ عظيم، يعني هذا اختيار، بس الاختيار الآخر ليس خطأ. ده كل اللي بقوله، أنا بقولش اختيارك خطأ، ما تفهمنيش غلط، أنا بقول اختيارك لا يختزل الدين في هذا الاختيار. ده الشائع. بس ما شيء يبعدك في حق الريال عشان يطلق. أنت أستقيس بالواقع، أنت متخيلة؟ لا، أنا بقول أن الدين لا يمنع أن عقد الزواج يساوي بين المرأة والرجل في ألتا مبلغ